ونحن كانت عندنا قصة صغيرة عندما كنا صغارا. أحد العلماء الشيوخ جاء إلى تلاميذه فكان يكرم واحدا من هؤلاء أكثر مما يكرم البقية، فدبت الغيرة فيما بينهم أنه لما هذا الشيخ يكرم فلانا يعني أكثر مما يكرمنا. فدعا يوما دعا هؤلاء الأولاد كلهم وأعطى كل واحد فيهم طيرا وأعطاه سكينا، قال كل يتجه إلى مكان لا يراه فيه أحد يذبح طيره ثم يأتيني به. راح فلان وراء الحيط ذبحه، إجا الثاني دخل وسكر وذبحه، طلع واحد فوق السطح وذبحه، كلهم ذبحوا طيورهم إلا هذا الذي يحبه الشيخ أكثر. فجاءه بالطير قال له لما لم تذبحه؟ قال فوالله ما خلوت في مكان إلا وجدت عين الله تراني. إذا لذلك ايش يقول هنا؟ لا إله إلا إليه المصير. قصة جميلة جدا. مرة شوفوا كيف ما دام الله سبحانه وتعالى قال وإني لغفار غافر الذنب قابل التوب. فنحن إذا كان الله يقبل توبتك ويغفر زلتك لما نحن لا نغفر لبعضنا؟ يعني تجي فلان تقول له أسألك قسما بالله العظيم لو بقي بعمر نهار ما نكلمش، لك لماذا؟ إذا كان الذي خلقك عفى عنك لما انتهى بهذه القسوة والفظاظة؟ لما؟ إذا كان الله يقول وإني لغفار لما أنت لا تغفر؟ ولذلك عمر بن الخطاب سبحان الله إيش يقول؟ مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه افتقد رجلا، يعني كان دائما يشوفه من أهل الشام، رجل شديد قوي، وينه؟ ما يجيش يا جماعة فين؟ قالوا له لقد تتابع في الشراب، حاشا هذا المحل، تتابع في الشراب يعني ما عادش ينجم يسيب الخمر، تتابع في الشراب. فماذا قال؟ قال عمر لكاتبه اجا لهنا اكتب. نحن قبل أن نكمل القصة القصد ما هو؟ أن نتأسى بهؤلاء، أن لا نمر على القصة مرة الكرام. ما منا من أحد إلا واختلف مع غير، إذا علينا أن نتعب. إن كان هذا الإله هو الغفار ألا نتجرأ نحن لنمسح هذه الذنوب وهذه الهنات التي كانت بيني وبين فلان لنغفر له؟ متى نتخلق بأخلاق الله؟ إذا قال اكتب يا لك اللي كاتبه، اكتب من عمر إلى فلان هذا الذي تتابع بالشرع. إيش قال؟ نقروها بتمهل. سلام عليك، وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم ختم الكتاب وقال له لرسوله للي باش يبعثه الباكماستر لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيا، لأنه ثم هنا العظمة
ثم أمر من عنده بالدعاء له. العظمة إخوة الإيمان خير. يعني بعض الأحيان نحن ندعو، ماذا نقول في القيام؟ نقول له إلهي إني أحقر من أن أتوجه إليك بالدعاء فأدعوك فتستجيب. أنا أعلم بحالي، فيا الله عسى أن يكون من هو خلفي أقرب إليك مني، فتقبل منه يا رب العالمين وانفعنا ببركته يا أكرم الأكرمين. طيب أنا أعرف حالي، إذا ربما يكون من هو أفضل مني، فماذا قال له؟ قال ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة. فلما أتته الصحيفة وصل له رسول أمير المؤمنين فلما أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول قد وعدني الله أن يغفر لي وإني لغفار. مهم، قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني من عقابه، وعدني بأن يغفر لي وحذرني من عقابه، وعدني أن يغفر لي وحذرني من عقابه. قال فما زال يرددها حتى بكى ثم نزع. ما معنى نزع؟ يعني وقف. فأحسن النزع يعني ما رجعش، وحسنت توبته. شوفوا النتيجة إخوة الإيمان، فلما بلغ عمر توبته وصل له خبر أنه تاب، قال هكذا فاصنعوا. من منا يفعل ذلك؟ يا أخي بالله قل له لصاحبك كذا، روح لعبده. نحن في هذا ولله المنة والفضل، والله لا أقولها مجاملة، بسم الله ما شاء الله كلكم هؤلاء الأحبة اللي معنا كل يوم كل يوم، وأنا أشهد الله أنهم أفضل مني. سبحان الله، تجد كيف يبحثون عن فقير، كيف يمدون يد العون. الشباب اللي كان يقعد سبحان الله منورين المسجد، برك قل له بالله يقصد بسيارته بماله بجهده. بقول يا ربي ألم أقل لك، أنا بقول له يا ربي ألم أقل لك أنهم أفضل مني، فاغفر لهم يا رب وأدخلهم الجنة قبلي. إذا حب، قال هكذا فاصنعوا. إذا رأيتم، تعالوا لنعيش كما عاش. إذا رأيتم أحدكم قد زل زلة فسددوا، دلوه مش تسيبه وتخليه، فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه. آخر جملة رائعة جدا، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. هل نفعل ذلك؟ ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. إذا نعود إلى الآية، إلى السورة، وهي قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. إيش قلنا؟ غافر الذنب فضلا، قابل التوب وعدا، شديد العقاب عدلا. ذي الطول، ما معنى ذي الطول؟ ذي الطول ذي الإنعام، ذي المنة، ذي الكرم. لماذا؟ لأن الله هو الوحيد الذي يعطيك لا على قدر طاعتك، إنما يعطيك على قدر فضله. بيجي بيشتغل عندك واحد، بتقول له أنت يوميتك 20 دينار، تعطيه 20 دينار. بتقول له أعطيه زيادة 10، بقول لك لا أجرته 20. إذا أنت عدلت فأعطيت، فهل الله سبحانه وتعالى يعطينا على قدر عملنا؟